كابتن الكبير كابتن زكي عبد الفتاح من امريكا، مدرب حراس مرمى منتخبنا الاسبق. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ دايما بتشرفني ودايما بتنورني وبسعد بوجودك. ده انا طبعا انا شرف ليا يا كريم، وسيله على اساس محمد انت الحكيم معاك في الاستديو. حبيبي يا كابتن زكي، وحشنا والله من زمان. الدنيا وحشنا. طب انت عندك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي قربت على 6 اخر نهار، رايح التمرين. يا هايل هايل يا كابتن زكي. طيب عايز الاول عايز اسالك على مباراه الامس بين الاهلي وبيراميدز، كان في انتقادات كثيره لشريف اكرامي، المباراه دي شفتها ازاي؟ وبعد كده هجي لك شويه على الشناوي اللي كان عليه انتقادات في المباريات الماضيه، ولكن نبدا بشريف اكرامي. نبدا بالماتش بتاع الماتش الاهلي. انا بصراحه الحلف والتوفيق هو اللي كسب. صحيح. الاهلي كسب، مبروك النتيجه، نتيجه كبيره. الاداء الاداء احنا بس يعني زي ما تقول ايه، كان يوم الاهلي كانت مع في اتجاه الاهلي، كان نتيجه 1-1. بيراميدز كان ممكن يتعادل، الكره اللي شالها الشناوي انفراد، الكره اللي جت في العارضه ممكن تغير الماتش. شايف النتيجه ثقيله على بيراميدز، بس زي ما تقول في اليوم اليوم يومك، كان يوم يوم النادي الاهلي. مبروك النادي الاهلي على النتيجه، وطبعا في احتياج لها. فانا شايف الماتش اللي حالفه التوفيق واللي كان التوفيق يعني في صالحه هو اللي كسب. صحيح. اتمنى ان النادي الاهلي الاداء يعني انت عارف النهارده لو ما فيش توفيق كان هيبقى ماتش صعب، كان ممكن ممكن الاهلي يخسر 3 لو في التوفيق لصالح، لو اللي جيب جون الاول يقلب الماتش، فاهم قصدي؟ ماتش من لحد ما تجي لك جون ما بتعرفش هو رايح فين. النادي الاهلي عجبني جدا بعد الدقيقه 70 ما نزل السوليه وبدا نص الملعب يتحكم نص الملعب وقفل كل الخطوط ما بين الخطوط للفريق بيرمس. كان فريق الاهلي تحس انها فرقه ثقيله، يعني هم اخر 20 دقيقه تحس ان الاهلي الماتش كمان 5 دقائق ممكن يجيب جونين 3 كمان. صحيح. طيب كابتن زكي، عايز اسالك على مستوى شريف اكرامي تحديدا. على مستوى شريف طبعا الجون الثالث طبعا مسؤوليته، انه يعني فهو شريف خلينا واقعيين، انا حتى نصحته لما راح لما ساب النادي الاهلي، قلت له اكبر يعني انا نصحته وكلمته، حتى طلعت في الاعلام وكلمته كمان انه دي اكبر غلطه، رغم ان انا كنت معجب بيه في شخصيته وكنت شايف ان هو يبقى حاجه في النادي الاهلي، حاجه كبيره جدا في المستقبل زي حسام غالي كده. فبس الاول يعني فطبعا الضغط اللي هيبقى عليه في بيرمس، اي غلطه هتتصبط تبقى عليه، هيبقى الضغط عليه. مفيش ظهير اعلامي، مفيش جمهور هيسانده زي ما كان النادي الاهلي، اما كان بيغلط في النادي الاهلي كان بيلاقي برضه ناس بتساعد وناس بتقف وراه، فكل ده بتقضي. فطبعا انا شايف ان شريف هيبقى دلوقتي مش حارس مرمى عادي، فاهم قصدي؟ يعني حارس عادي مش ومستواه مش خلاص، احنا 37 سنه اللي مش هيجي احسن من اللي كان فات. طيب انا شايف انه مستوى عادي يعني. عايز اسالك على الشناوي، المباريات الماضيه بعض الناس انتقدوا مستوى محمد الشناوي، او يعني انتقدوا تراجع مستوى محمد الشناوي، هل انت شفت اصلا تراجع لمحمد الشناوي؟ طبعا انا متابع، انا قلت يا كريم، انا قلت قبل كده بس انت عارف في كلام ما حدش، انا الان على الشناوي وابو جبل، الاصابه الشناوي في ماتش ليبيا ورجع بسرعه، خد اقل من 10 ايام برضه لها سؤال، ورجع بسرعه لان برضه جريد 2 وفي العضله وماده في العضله في جريد 2، فبياخد اكتر من كده على الاقل 6 اسابيع، ده في يعني في المستوى الليفل العالي يعني هنا في الطب في امريكا او في اوروبا بياخد 6 اسابيع. الشناوي بيرجع بعدها باقل من اسبوعين، سؤال ايه اللي اتاخد؟ انت عارف يعني مع خبرات برضه ما كنت في المنتخب ان العلاج في مصر بصراحه في ناس يعني ما العلاج بيبقى المهم حقن والكلام ده مش وقته، رجع بسرعه، فانا ليا سؤال ده بيأثر عليه دلوقتي. ابو جبل نفس الشيء، انه يخرج من ماتش كبير وفي الاوفر تايم وماتش تقيل ويخرج، اكيد حاجه فيها جامده جدا يعني ماد او حاجه في الضمه حاجه جامده، مش هيخرج ماتش في بطوله افريقيا قبل النهائي انا ما بكون في حاجه تقيله، بعدين بيرجع بعديها بيومين ونص، بعديها بيومين ونص برضه سؤال. فده انا خليني اقول ليه كده، لان انا كان عندي تجربه مع وليد سليمان، وليد سليمان كان عنده الغضروف وكان معانا في المعسكر في دبي وكان عنده الغضروف ورجع مصر والاشعه طلعت لقيه قطع في الغضروف قبل ماتش الترجي في 2012، وراح خد حقن ورجع تاني. ف
فاهم قصدي؟ ولعب ماتش ترجي بعدها بثلاث اسابيع. طيب هلو؟ اتقال كمان انه محمد ابو جبل مستواه متراجع الفتره الاخيره يا فندم، هل لاحظت برضه تراجع لمحمد ابو جبل؟ اه طبعا، ما انا بقول لحضرتك، ما انا بقول لك يا كريم في تراجع، وفي برضه اللي حصل بعد بطوله افريقيا والاحتفالات اللي احنا حسبناها ان احنا كاننا خدنا بطوله، والكلام ده برضه مش برضه بعد ما بتوصل للقمه اي حاجه بترجع بتنزل تحت شويه. بس ان شاء الله في وقت، والحمد لله في وقت قبل ماتش السنغال انهم يرفع رجليهم. اعتقد الشناوي النهارده كان كويس، شال كوره كويسه، اعتقد ماتش النهارده هيفرق معاه، هيديله ثقه شويه بالنفس. ومشكلتنا احنا كمان يا كريم الاعلام عندنا والناس والسوشيال ميديا بيحطوا ضغط على احنا اللعيبه ديت بني ادمين، بيقروا كل الكلام ده وبيعرفوا الكلام ده وبيقرا، فده طبعا بيأثر عليهم نفسيتهم. فاحنا بنغلط، وبعدين خاصه لما تلعب اهلي وزمالك لو الغلطه بتلاقي مليون واحد يعلقهم، وبعدين ساعات جارح شويه، فكل ده بيفرق مع حارس المرمى. اتمنى ان بخبراتهم الكبيره انهم يعدوا المنطقه دي. واهم حاجه ماتش السنغال ده، ما فيش اهم حاجه في الكوره في مصر دلوقتي دوري او اي حاجه اكتر من الماتشين اللي جايين دولت ان شاء الله. صح. هل تتوقع اي تغيير في الاربع حراس المباراتين القادمتين، الاربع حراس اللي شاركوا في كاس الامم الافريقيه؟ انا ما اتوقعش اي تغيير في الفرقه اللي عمله في بطوله افريقيا، اي اضافه جديده مهما كان. ما انت لو انت يعني انا سامع كلام دلوقتي محمد هاني وابراهيم عادل والناس دي، ما تقدرش تديهم دلوقتي، ما تعرفش الظروف في 100 ماتشات دوريه وماتش كتير زي ده وماتش مصيري، ما تقدرش تجاسب. انا كمدرب انا ما اعرفش كارلوس بيفكر ازاي او الجهاز الفني ازاي، بس انا بمنطق يعني ما اقدرش، ممكن نمر بس احطه انه يلعب والكلام ده يبقى صعب، يبقى صعب جدا في حاجه زي دي. فانا شايف ان دي هتبقى تكون صعبه جدا جدا على الـ على على كارلوس انه يضم اي حد مش حارس مرمى بس. فانا شايف ان الثلاثه، لان هيبقى ماتشين بس ما هوش دوره، فانا شايف ان الثلاثه هيبقى الشناوي وابو جبل وصبحي. حتى جد ما يعني لو انت مسافر تلعب ماتش، هتلعب ماتش يوم 25 بعديها بيوم تسافر وهتلعب، مش محتاجه الا ثلاثه بس. صحيح. مش محتاجه اربعه. صحيح. كابتن الكبير كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله من الولايات المتحده الامريكيه.